الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء خضرت النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومنى صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل
صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. وافتح من الخير كل مولى. يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلم. ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. فعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانت
وانتشرت آثار شرفه في عوالي الشهادة والنيوم. فما أجل هذا المنان الذي تقرب به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت فرد العوالم بطراز التكريم. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجليا القضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا آل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الألام نوالى، جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجته وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أورز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلو بها اللسان عما تضمنه الجمال من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده.
وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسم بها روح المصلي عليه به صلاة يتسم بها روح المصلي عليه به صلاة يتسم بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صلوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكرى النسيم أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاولني وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأسماء الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم السادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأبقار زهره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الخروف بأن يركم في هذا الكرفاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسن لا تفي بعصر معشان أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين
وإلا فألا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما أفقه من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شباب هذا النبي السافع ويتروحان براح ذلك النعيم اللهم صل وقد أن للقلب أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استنفذه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أزهن شمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابه القلم والقرنطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله ونور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم بالبعث وقد تعدت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسمى بابتن شريفا من العالمين فتنقل هذا النور من آدم ونوح وإبراهيم فتصلت من الأنبيين إلى خصيصة لتكريم أبيه الكريم بجنبه المتنبه القدر المبين بجنبه التهي في المخيف وسادت الكريمة آمنة وطلق وصل عبد الله فرقه من بطنها وضمت وشوه بمعونة الله محافظة على حق هذه ذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر
الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزي لعالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاق فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم للحمد
وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عن قدمه هذه الدرة المقنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حبلها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعتر الفرح بملاقاة أشرف البريان وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم هذا الحبيب. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت فينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكم على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند وضعه امه تانيسا لجنابها المسعور ومشاركه لها في هذا السماط الممدور. فحضرت بتوفيق الله سيده مريم وسيده آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم علينا ما
Thank you.
في خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأني وله العلا فيه مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تلوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. قول الله سلام عليك يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان ليس محتاجا، ليس محتاجا، ليس محتاجا إلى سرور. وزمان أنت حاكمه، زاد من فيك، زاد من فيك، زاد من فيك من العوام.
ربي عجل منك بالفرج السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزل الفكر من دار أولي الأوصاف محمد في عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمان فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه القيضات الغامرة. نتوجه إليك يا أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعن هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بأعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الخبير غاية آمالنا وتتقبل منا فتحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانظره وولاه وظهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حصن الحصين من جميع البلايا وفي الحيز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.